الشوكليت فوندو، مفيش اسهل من كده خالص. يعني هي عباره عن جناش بس بحط له شويه زبده. يعني ايه جناش؟ يعني نفس مقدار الكريمه سخنه عليها نفس مقدار الكريمه شوكولاته مبشوره، شوكولاته باللبن، شوكولاته بيضه، شوكولاته ملونه، شوكولاته خام، اللي يريحكم. انا بفضل دايما في الشوكليت فوندو ان الشوكولاته تكون خام. ليه؟ لانها بتدي طعم احلى كتير، وبعدين انا هغمسها بموز، بفراوله، بكيوي، بمارشميلو، فافضل انها تكون طعمها حاد ولونها حاد كمان. فده اختيار شخصي طبعا. زي ما انتم شايفين هنا كده، دي اختياراتنا للتقديم. طبعا انتوا هتكونوا مقطعين على صغير بحيث ان انتوا تاخدوا القطعه بقطعتها على طول. في مع الفونديو سيت لو انتوا بتستخدموه الحاجات مخصوصه، بناخد الحاجه ونعمل لها ديبنج جوه الصوص سواء شوكولاته او جبنه، او لو انتوا هتعملوا زي ما احنا قلنا هنجيب الفواحه ونحط جواها الشمعه الصغيره وما نحطش الزيت فوق ونحط البوله بتاعه الشوكولاته او بتاعه الجبنه، يبقى هتحطوا معاها شوك، مفيش مشكله خالص. طيب عملنا ايه بقى؟ حطينا الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى نفس مقدار الكريمه هو نفس مقدار الشوكولاته. يعني لو حطيت انا دلوقتي اهو كوبايتين، هستنى يسخنوا هحط لهم كوبايتين من الشوكولاته الخام المبشوره، وبعد كده هنزل عليهم الزبده. قد ايه زبده؟ تقريبا لكوبايتين الكريمه وكوبايتين الشوكولاته، مكعبين، بس مكعبين كبار محترمين، يعني معلقتين كبار. اوكي، وبعدين هنقدمهم. الموضوع سهل وبسيط جدا، وزي ما انتم شفتوا قدمناهم مع شويه مارشميلو، فراوله، كيوي، موز، برتقان، وتفاح. احنا بقى في البيت هنقطعهم قطع صغيرة كلها عشان تبقى سهلة على الناس، مش هنقعد نقشر ونقطع قدامهم، احنا بس قدامكم على التصوير عشان يعني شكل الحاجة يبقى بألوانها وكده، لكن ده مش هيحصل في البيت. كده الكريمة عندي سخنت، أقوم منزلة مقدار الشوكولاتة وهرفع من على النار في نفس المكان، هاجي هنا بس كده وبعدين هديها الزبده. نفس المقدار من الشوكولاته الغامقه، نفس مقدار الكريمه، كوبايه لكوبايه. حطينا الكريمه الاول سخنت، نزلنا عليها الشوكولاته، قلبنا كويس جدا لما ساحت، ادينا لكل كوبايه من الكريمه وكوبايه من الشوكولاته معلقه كبيره من الزبده، واديها قدامكم اهي، ونقدمها مع تشكيله من البسكوتات والفاكهه والمارشميلو. تمام؟ اوكي.